يا اللي مراتك بتمرمطك قدام الجيران عليا الحرام من نعمة ربي لو شفت وش امك هنا في الشارع طلع ميت يا حاج مش تقعد طول الصبح يا حاج طلع ميت يا راجل يا عاطي يا عالم يا عاطي والله لو هم خلص يا بابا تعالى انا ما انا برضه عايز اعيش معلش يا شهاب معلش يا ناس يا وسخة صبر عليه بقالي شهور صبر عليه بقالي شهور مش عايز يدفع اللي عليه معلش يا شهاب هنضف لك الشقة نضف شقة ايه دي شقة وسخة اصلا يا عم يا شهاب فور من هنا يا حرام يا نصاب يا ضلالي خلاص يا ضلالي يا وسخة خلاص يا شهاب خلاص انت خلاص حسن خير خلاص يلا يا عم عمي يا حاج محمود راجل تعالى لي راجل انزل خد ولا انا خلفت ونسيت يلا على راجل تعالى لي راجل انزل وتعالى لي يلا خد يا وسخ يا عم انزل يا مشينا يلا يلا بس كده ايه الواد ايهاب جارك خلاص فكس يقول لك الحاج محمود جراسه في الشارع احسن ما هو يستاهل بصراحه حبيب صباح الفل يا لولو يلا سلام بقى سلام 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 وقتك خالص يا عم خرا انت. الو. ايوه سعيد. الو. الو. يا ممدوح بقول لك انا مش هينفع اتكلم دلوقتي. ليه؟ في مؤتمر بروحك؟ لا بقول لك بس في ايدي شغل بص مش هينفع اتكلم دلوقتي معاك. ده مهم. بقول لك ايه يالا؟ انا اتهزقت بالحاجة بسبب اللي جابوك. تدفع اللي عليك اللادي يا اما والله العظيم.
سعيد في حماده في حماده في واحد بيس عليك تحت غبي كده وشكله عايز يتخنق. انا بس قلت اقول لك شكله ايه الواد ده؟ ها اسمراني كده وغبي. قول له اني نزلت. قول له اني نزلت. سعيد سعيد فين ياه؟ ستولش ياه كان هنا كده ونزل. نزل وايه الحكايه؟ هو اللي تحت يقول لي طلع واللي فوق يقول لي نزل؟ اشتغلوني يا اولاد المره ولا ايه؟ بس بقى ما تقولش اولاد مره. الباب عندك هو كسره ولا دوسه ولا اعمل في اي حاجه. انا اصلا ماليش فيه. صدق ياض انت عندك حق. طب وسع من الشاشه كده. سعيد افتح يا سعيد. افتح يا سعيد. مش هيحصل حاجة يا سعيد. اللي بتعمله ده مش مظبوط. افتح يا سعيد. الله يلعن ابو اللي جابك يا اخي. صدق والله ما هنايمك الليل. ماشي ماشي يا سعيد. ولا ما يجي سعيد قول له ممدوح بوجي جالك هنا. بوجي جالك هنا وعايز فلوسه. لو ما حصلش بكره عمهم. صباح الفل يا عمهم. صباح الفل يا سعيد. ازيك عامل ايه؟ بقول لك انا بقفل خلينا بكره في الرواقه. لا بص هم كام حته بس كده حلوين اوريهم لك. عامل لك فيهم سعر حلو وديسكاون حلو. ماشي؟ طب انجز عشان عاوز اروح واشوف ده ولا ايه. ماشي. بص ده تمثال حلو حلو كويس. بص ودي صوره جمال عبد الناصر من العشرينات اصلي. جمال عبد الناصر؟ من العشرينات اصلي. دي لما كان عنده 10 سنين؟ لا ودي طفايه عندي 100 سنين شغل نضيف جدا. عايز كام؟ 100 جنيه. انت بتستهبل يا سعيد؟ 100 جنيه يا عم الحاج. والراس ده عبد الناصر من العشرينات وتمثال مكسور. اصلي. وطقطقه صيني وتقول لي 100 جنيه؟ معلش يا عمهم معلش والنبي انا محتاج الفلوس دي جدا. انت مش عارف انا محتاج الفلوس دي قد ايه؟ اقسم بالله مقشفره خالص. خد 10 جنيه اهي. طب زود عليهم 10 كمان. اديني زود عليهم 10 كمان والنبي. انت عيل خنيق. والنبي يا عمهم ارجوك. بص وخد الفرشايه دي عليهم. خد الفرشايه دي عليهم. ملهاش عوزه عندي. ليه دي كويسه؟ وبعدين دي مخربشه. لا دي حلو. خد 5 جنيه يا حبيبي والله اتكل على الله. بص يا عمهم 5 جنيه. خليني يا 5 جنيه. سعيد الله يكرمك اتكل على الله. يلا تسمع على خير يا بابا. يلا. يا عم العب عدل بقى. يا عم العب عدل ايه؟ ما انا بلعب اهو. وايه اللي العب عدل؟ واي كلام؟ كابتن. كابتن. قفلنا يا كابتن والله. معلش بس معلش بص على الفلاشات دي شغاله ولا امشي على طول ماشي؟ معلش يا ابو الكباتن والله قفلنا احنا. معلش يا مدير بس والنبي معلش بص وامشي. يلا بص اشوفها بس كده شغاله وامشي على طول والنبي. تعالى. والنبي شكرا. تعالى يا برنس. شغال يا معلم 2 جيجا. طب يعني ايه 2 جيجا؟ يعني زي ده ماوس كده. ها؟ ماشي فاهم ماشي. طب بس ممكن بس اشوف الحاجه فيها ايه بس احنا مش قلنا يا برنس هنشوف في الغرام مش شغاله. بص بس يا مدير بس واحده دقيقه ومش على طول بس معلش. الف شكر تشكر شكرا. افتح كل الفولدرات عادي؟ افتح عادي. يكون في حاجه كده ولا كده؟ يا ريت يبقى في حاجه. ليه لا؟ هوب. ايه لا؟ يا بالشقلوب. ما هو حاجة اللي مش قالوه ده بس هو اللي بيقول. ماشي. طلع تعالى عشان اقطعك 4 تاني يلا. شوف العيل الخنيق ده. جاي لك يا مزة هو جاي. بص بقى برنس معلش والنبي. بلاش حماس الشباب بقى وهو دك دك دك. حاضر اعمل ايه؟ بص تقفل من هنا كده تمام؟ وتحرك الماوس. تمام.
تمام؟ هعطل معاك بقى، ما هعطلش معاك ما تفرموش. معلش بس الجهاز برضه بتاع بيك ممكن ينفخ. هدوس مرتين ها؟ اه ماشي ماشي يا برنس. شكلك لقيت كده حاجة حلوة. لا نازل نازل يا زميلي. ماشي يلا نازل اهو. ماشي خلصت انا. خلصت. وحشتني يا سعيد. يا ممدوح تعالى. ايه يا عم انت؟ تعالى يا عم اتكلم معايا بس يا ابو هاي. استنى استنى اتكلم معايا بس. في ايه يا عم انت؟ عامل لي صايع يا اتكلم معايا يا عم انت. في ايه؟ فين يا واد ما تتكلم معايا؟ فين يا واد ال 1100 جنيه؟ فين؟ 1100 جنيه ايه يا عم؟ ال 1100 جنيه يا عم انت بتضرب ليه يا عم؟ انت مالك خيخه كده؟ في ايه؟ هرجعهم لك يا عم ممدوح. مالك؟ هرجعهم لك يابا. يا سعيد انا اتهزقت من الحاج علي يا سعيد. بقول لك ايه؟ ال 1100 جنيه وقتي. ماشي يا عم ممدوح ان شاء الله. بص باذن الله هرجعهم لك كمان يومين باذن الله. ولا انت بتسرح ليا انا يا عم؟ ها؟ ولا مش بس حكيك يا عم. بقول لك سبوبه. سبوبه؟ سبوبه ايه يا ابن المره؟ سبوبه ايه؟ سبوبه ايه يا عم؟ في ايه؟ سبوبه ايه؟ انا في ايه؟ سبوبه ايه يا ممدوح؟ سبوبه ايه يا عم؟ انت هتموتني يا عم ولا ايه؟ سبوبه ايه؟ ايه يا عم؟ بقول لك سبوبه في الفلاشايه دي. في ايه يا ممدوح؟ سبوبه؟ اه فيديو فيديو المره كده هتديها اللي احنا عايزينه. فيديو ايه يا سكس؟ يا ريت سكس يا عم قد في يا عم. انت بتقفل عليا؟ بتقفل عليا؟ عملنا مش بقفل عليك. بقول لك ايه؟ عايزين نتفرج على الفيديو ده على الكمبيوتر بتاعك. اللابتوب بتاع الشام بتاعه بايظ. بص يا عم روح بنفسك. هو ماشي جايين لك احنا. اصبر امشي بس امشي اوريك انا دلوقتي. تعالى تعال شوف بعينك. انا بقفل. تعالى بقول لك يا حماده. شكلها في عكنة. في عكنة. ولا اسمع يا عم سعيد. بقول لك ايه؟ معلش اقفل الشات دون وشغل الفلاشه دي عشان عايز اوري ماما. باشا ده باشا. معلش يا اخويا. باي باي. طيب مش قلت لك في عكنة؟ انا باي. انت بقى خد يا سعيد. صباح صباح يا انت اتصالحت يا عم؟ خليك في حالك بقى. انا بس قلت اسال يا عم. ايه ده سعيد؟ ايه اللي بتفرج يا سعيد؟ هتشتغلني يا سعيد؟ ايه ده يا سعيد اللي بتفرجني عليها يا سعيد؟ الفيديو الاخراني يا حماده. خلاص يا عم انت ما قلتش يا عم. انا استغفر الله العظيم يا رب. اتفرج بقى. مش ده يا سعيد اللي ساكنه في الشارع اللي ورانا؟ سمعت بودانك؟ سمعت؟
ايه ده سعيد؟ هي مش شايفه لولا بيصورها فيديو، مش شايفاه. شفت بقى اني مش بشتغلك يا عم ممدوح؟ تطلب منك كام يا سعيد؟ انت مالك بقى اطلب منها كام ولا ما اطلبش منها كام؟ مش شغلانتك، المهم فلوسك تبقى حاضره كمان يومين، صح يابا؟ بقول لك ايه ولا ايه يا كبير؟ حط الفلاشيه دي على التليفون ده ولا ماشي؟ التليفون اهو، اتفضل زق، ما تحورش كتير. ماشي تمام كده؟ فلوسك حاضره كمان يومين ويبقى ده تمام، ماشي؟ مش هينفع يا سعيد، مش هينفع يا خفيف. ايه مش هينفع ليه؟ الحوار ده انا ماليش فيه، انا عايز 1100 جنيه وقتي. ما انت شايف اهو المصلحه معديه من قدامك اهو، في ايه؟ ما انا بقول لك اهو، ما انا مش ولا سحر ولا شعوذه ديه. سعيد ايه يابا؟ 1100 جنيه دلوقتي، بعد يومين هيبقوا 2000 جنيه يا سعيد. انت ممكن بتاخد فوائد. انا قلت اللي عندي يا سعيد، هو دلوقتي 1100 جنيه، بعد يومين 2000 جنيه يا سعيد. وانت عارف مكاني. اه عارف. ومش هاجي لك يا سعيد. حاضر. لان لو جيت لك يا سعيد كلام ساعتها هيبقى على ابوه. ماشي، على ابوه، على امه، على كل حاجه يابا، المهم فلوسك تبقى حاضره. ماشي نعم، أي خدمة؟ عاوز مين؟ عاوز مين أنت؟ اتكلم ولا ما بتتكلمش؟ أنت عاوز مين؟ شكلك غلطان في الشقة. غلطان في الشقة. عاوز ايه؟ انت عارفة كويس انت عملت ايه؟ انت مجنون انت ولا ايه؟ انت هتستهبلي يا ولادي، مش فاكرة البنت الصغيرة؟ بنت صغيرة ايه يا راجل انت؟ في ايه؟ انا ممكن اوديك الاسم وارفع الفيديو ده على النت واسجنك. ايه التخريف ده؟ تعالي هنا اتفرجي. Thank you.
انت جبت الفيديو ده منين وازاي؟ مالكيش فيه، عندي نسخة تانية على اللاب، هنتفاهم ولا مش هنتفاهم؟ عاوز ايه يعني؟ هكون عاوز ايه يعني؟ عاوزك تدفعي تمن اللي انت عملتيه. ما فهمتش، عاوز ايه يعني؟ عاوز 10,000 جنيه. رايح فين يا وليه مهبوش انت؟ تعالي هنا بكلمك. بقول لك انا ممكن اوديكي في داهيه. بقول لك ايه، تشرب شاي؟ اشرب شاي. انا ممكن اخليهم 6,000 بس لو تدفعهم دلوقتي. ماشي، 6,000 بس. حاسب تعال. قعد. نشوف بقى انت حكايه. خد دول وربنا يسهل. انت ما بتفهميش، بقول لك عايز 6,000 جنيه دلوقتي. وانت ما بتسمعش، بقول لك معيش، يا تاخد دول يا تخبط دماغك في الحيطه. يا ولاد ما حدش عارف يلمك ولا ايه؟ كلب يا جزمه. حبيبي يا سعيد، حبيب قلبي. اهلا حبيبي. ازيك يا ممدوح؟ ازيك يا سعيد، عامل ايه؟ الحمد لله. اوعى تكون زعلان مني يا سعيد. لا اعوذ بالله، ما اقدرش ازعل منك. انا ما اقدرش ازعلك يا سعيد. انا عارف. 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 ايه؟ لا صحيح، اخبار المرأة ايه؟
ما عملتش معاها حاجه لسه. يا عم ارحمك يا عم ارحم فيها يا ممدوح. احنا اتفقنا ايه يابا؟ ليلتين. انت النهارده اليوم الكام؟ تاني. جميل جدا، يبقى انت اليوم التالت ان شاء الله فلوسك تيجي حاضره، واخد بالك؟ فهمت؟ اه فهمت. ايوه قلت بس اعد عليك افهمك ان انا ما بهزرش. لا ما انا فاهم. بس لو ما جاتش يا سعيد مش هخلي حد يعرف وشك. ما انت اصلا ما تعرفش، انت مش عارف وشك ولا انا عارف وشي ولا حد يعرف وش حد. الاشباح كترت يابا، اتكل على الله. ماشي. لا لا الله سعيد. سيدنا ومولانا محمد رسول الله يا عم. ماشي سلام عليكم. اتكل على طريقك اخضر. فلوسي بكره يا سعيد. ان شاء الله. قدم المشيئه. الجزمة لو سمحت. واو هو انت اسمك ايه؟ سعيد. تاخد كم معلقة سكر يا سعيد؟ ستة. تعرف كهربائي كويس؟ أصلي عندي كم أباجورة ولمبة عاوزة حد يشوفه. أنا ممكن أبصلك عليهم عادي. طب قوم تعالى معايا. خدلي يا سعيد هاتلي حشيش. حشيش؟ اه حشيش. انت عمرك ما اشتريت حشيش ولا ايه؟ لا اشتريت، بس انت بتشربي حشيش؟ اه بشرب حشيش، البلد كلها بتحشش، بس هاتلي حاجه تكون نظيفه. ماشي، بس لما ارجع نكمل كلامنا بتاع امبارح. ها سلام. سلام. يا شبح. يا عدول. ايه يا عم الحته فين الحته الكحيانه يا عم؟ بقولك ايه وحش حيالك. كله صيني. عامل ايه؟ حلو حلو. الصيني حلو مش وحش. بقولك ايه، ها عملت ايه في الاسبوع؟ اسبوع ايه يا عم انت في ايه؟ ده انا ما فهمتكش. اسبوع ايه اللي انت عايزه؟ اسبوع مره واحده؟ انت اشتغلت في جهد ياض ولا ايه؟ اسبوع واحد. اسبوع اخد فين يا عم؟ خد يا عم احلى اسبوع. واستنى استنى يا عم. انت ايه؟ مين ده انت؟ ايه اللي ايه؟ انت ايه؟ انت عليك 50 جنيه يا معلم. اللي هم ايه؟ 50 جنيه بتوع الشهر اللي فات لما جيت خدت مني التونه وقلت لي هجيب لك مش عارف ايه وامتى وازاي ومحمد وقع مني. فاهمني؟ بس بس رايح ولا ما رايحش؟ كده بقول له 200 يابا. يعني قاعد
فلت ما كل الناس بتبيع هو ب 110 و120 انت في انت بتغلي على السعر ما تخلينيش اكلم ديلر تاني يا عم لا 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 خد يا عم انت هتحك يا عم في كلام فاضي مش جايب همها على تليفونك يا عم يا عم الكلام اللي انت عايزه يا تليفون صيني وكله صيني في ايه يا عم انت هتعمل لي خلاص يابا استنى بس انت عايز ايه وانا ايه برضو خدام يعني انت فاهمني يا استاذ خد يا عم صباعك خد يابا صباعك شكرا كله بقى كده ايه نعم معاك ديله برضه عشان ايه عشان ما نمشيش واحنا قارتين كده على بعضين حلو قوي هديك تمنايه ماشي ماشي هتمشي دي على دي وريني يبقى كله ايه 150 ماشي ماشي يابا وريني بس كمان دي هايفه دي ولا دي ايه لا يابا هايفه ايه هايفه ايه وان دولار ايه دي حاجات نفايح نفايح مش تربو لا يا عم تربو ايه ولا شاوس ولا تربو ولا الكلام ده عيب عليك يا عم اقلع الجزمة حاسب قلتلك انضف حاجة امسكي لف الناس جرتين عشان ما بعرفش الف اذا هما زي بشرب حشيش انت ما بتعرفيش تلفي الديلر بتاعي بيجيبهولي ملفوف جاهز شكلك كنت زبونة سقع طب ما تقوم تجيب لنا طبق من المطبخ وده ايه ده ان شاء الله ولا حاجه يعني ايه ولا حاجه ده دواء واسمه ايه الدواء ده اسمه بيسا وبتشربه ازاي عادي بقى عروقه كده وبعدين بشده عادي وريني لا ماليش نفس وريني عاوز اشوف بيعمل ايه مالك ومال دماغ انت وريني يا سعيد يمكن اجرب تلاقيك عمرك ما شربته قبل كده طب عندك ورق ألمونيا؟ عندي شوف لنا اللعبة ما بقى استنى خلاص
سعيد انا عاوز اجرب. سعيد عاوز اجرب البتاع ده. قلت لك الاستفاده دي صعبه مش هينفع تجربيها. بقول لك ايه، ده بفلوسي مش بمزاجك يا اخويا. سيب البتاع ده احسن لك. احسن لي ولا ايه؟ هتختصبني تاني؟ ده أول مرة بجد ولا بتشتغلين؟ أول مرة، بس بصيت عليك كويس. استنى ولا علي؟ لا ما تمسكيش من هنا. خلي بالك، حزبي
ده جامد قوي وبيسد النفس. ما اكلتش حاجه من ساعه الغدا امبارح، مش جعانه خالص. بس انت شكلك دماغك خفيفه قوي، فيصت اخر الليله. وانت اسمك ايه؟ هدى. طب استهدى، احنا مش هنكمل بقى الحوار بتاعنا بتاع الفلوس ده. انا كده واخد منك 300 جنيه جبت بيهم حشيش، بعد كده رحت واخد 400، يبقى انا كده عايز منك 5400 جنيه. لا وانت الصادق 5600. ايه؟ صح، انا كده عايز منك 5600 وعايزهم دلوقتي عشان ما عنديش وقت اضيعه بصراحة. ولا انا. قصدك ايه؟ قصدي معيش فلوس ومفيش فلوس. جرايه وليه؟ انت هتعملي عليا مجنونه ولا ايه؟ بقولك هبلغ عنك. هو كده، واذا ما كانش عاجبك اطلع بره. يا ابني الكلب يا جزمه. هما 100 جنيه يا سعيد وما تكترش في الكلام، مش اي زبون بيفهم الحاجات دي. تقيله في البيع. لا الحاجات دي حلوه. بص 200 جنيه حاسب حاسب اتنضرها هتكسرها. حاسب حاضر يابا. في ايه مالك؟ حاضر. عيل غتت وخنيق. اخر كلام 150، ولو مش عاجبك امشي. لا ماشي ماشي خلاص 150. ماشي ماشي بقى، على الحرام من ديني لو ما بعتهمش لزباينك الخواجات بدبل وترابل سعرهم ابقى ما فهمش في الشغلانه يا ريس. يا تبطل لماضه ياض الدبل وترابل. قال هات الجراب. اتفضل. طب معلش يا عمو، ممكن اطلب منك خدمه؟ معلش بص، في واحد اسمه ممدوح هيجي لك هنا، تديله 150 جنيه دول على الفلوس اللي معاك يبقوا 300. ماشي يابا. وانا مالي ومال الحاجات دي يا سعيد؟ ما انا ما عنديش حد ثقه غيرك في المنطقه وحضرتك عارف الكلام. تدخلني ليه في القرف والمشاكل بتاعتك؟ معلش يا جدع. معلش اتفضل. والنبي ايه برنسو؟ حاسب الباب. حاضر حاضر اسف. سعيد. ايوه. دقيقة وتلعلك. ماشي. Thank you.
عايش لوحدك بقالك كتير؟ من 18 سنة من وقت جوزي ما مات. يعني معلش مات ازاي يعني؟ حادثة عربية. حادثة عربية؟ وانت مفكرتيش تتجوزي تاني؟ كل يا سعيد ايه رايك في اللي بيحصل في البلد؟ قصدك يعني في ال لا ماليش في السياسه. طب ايه رايك في الحكومه؟ محبش الحكومه. الجيش؟ الجيش جدعان وبيحترموا البلد وبيحبوا البني ادمين. والاخوان؟ الاخوان على فكره بيساعدوا الناس ياما برضه. ما تاكل يا سعيد. ماشي بقى. ده مش حشيش. ايه ده؟ ده بانجا خبر. مش ده اللي بيخرب الدماغ؟ كله بيخرب الدماغ. ايه؟ كتبي كتبي خذي نفس وكتبي. بس طعمه غريب قوي. بس حلو نضيف. الو الفلوس هتلاقيها مع امهم يا ممدوح. صوتك بيقطع. الو الو
سعيد، سعيد انت كويس؟ ها؟ انا سقط انت خدت امبارح ايه يا سعيد في الحمام؟ كانت حقنه صح؟ وفي تحت السكه عندك في الارض هنا؟ الارض ايه قبت والبلاط اتكسر، رد على سؤالي. كانت حقنه. طب انا عاوز اجرب. انا قلت لك ان الاستاف ده خطر عليكي، ولو خدتيه بالطريقه دي ممكن بقول لك ايه يا شاطر، انت عملت الكلام ده في بيتي ومن ورا ظهري، فلازم اجرب. سعيد، سعيد،
اثبت يلا. سيب انت ممدوح سيبك. سيبك. ولا. فاشل في دماغك على. يلا. معلش انا اثبت يلا. عملت السبوبة. عدل يا. تجري. عملت السبوبة. يا. شايتك كام يوم؟ اثبت يلا. شايتك كام يوم؟ معرفش. عدل يا. اوقف يا حبيبي. اوقف. اما من وحدة. أنا ممكن أخلص عليك دلوقتي حالا. لا ممدوح. ها؟ بس مش هعمل كده. ماشي ماشي. احنا اخوات يابا. اللي في جيبك يابا. ايه دي؟ سجاير. فين يابا؟ ما اهي ما عاملها ايه؟ امسك. اهي. ايه ده؟ فين يابا؟ ده البودرة والحشيش. معيش بودرة. معيش بودرة. معيش بودرة يا عم. معيش بودرة. اوعى معيش. دول مره الحساب ها فلوس الجيل النهارده ولو ما جاتنيش انا هنا في الشارع لما اشوفك هرزيك هرزيك ماشي يا ممدوح أراضيك ماشي يابا شكرين يا عم الحاج شكرين يا رجال عاوزين كام ويسيبوك في حالك؟ 1700 جنيه طب وياخدوا كام ويهدوا عليك شوية؟ 800 طب هجيب لك 500 تسكتهم بيهم لا الواد عادل قاعد يتميص وبعدين انا جايب لي حاجه بعد ساعتين على وسط البلد اشتغل يا عم الخرا انت روح
اهو عادل. استنى يا زل. ايه خليك معاك. ها بقول لك دلوقتي عادل عايز يطلع اسم الحاج هنا عشان هو لسه مستلم ويقول لك في. يعني ايه اطلع يا سعيد؟ تيجي ازاي دي؟ ما تخافيش الواد ده انا يعني اعرفه ان احنا عيال صغيره واد ثقه ما تلاقيش. يلا هدى الراجل معاه التليفون اقول له ايه الواد ده. ماشي بس هي كانت ناقصه تاجر مخدرات. معلش معلش. عادل. طب بص اطلع خمسه هدى شعراوي الدور التالت. ما تخليش حد يشوفك وانت طالع. يا شبح. عدول ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ هو يكون حد شافك وانت طالع؟ عيب عليك يا شبح جاوة. صح كده اقلع الجزمة بقى. بقول لك جاوة. لا تقلع الجزمة. عامل ايه وحشني والله. تعال رايح فين؟ استنى تعال اقعد هنا. في ايه يا عادل مالك؟ بص على ايه يا ما تحترم نفسك. انت بتتكظ يا شبح ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ طب ازاي؟ ازاي ايه؟ مين؟ ده عادل اللي هو صاحبي اللي عرفته اللي بقول لك عليه ده ثقة يعني حبيبي. دي هدى مراته. لا 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 انا برضه اللي بكظها هربظها. الف الف مليون مبروك يا عروس. الف مليون مبروك. طب قول لي الله يبارك فيك. السعيد ده صاحبي يعني وشقي يعني. ده انا اجي انقطك. يا انقطك كده انت عيلتك حاجه يلا. انا انقطك مين؟ بس بسم الله ما شاء الله يعني. يلا قسم بقى. عايزين معلقة. خليك يا سعيد. وكوباية مية. وكوباية مية. وفويل فويل ألمونيا. وفويل ألمونيا بسرعة. يا سعيد يا جاي. ألف مبروك يا. الله يبارك فيك. يلا حس إيه ده؟ راحة. النفايح. الله. ولا حصواية. ولا حصواية. ولا حصواية يا عادل. وانا بشحت. انا بشتري. في ايه مالك؟ انا بشتري. انا بشحب منك ولا ايه؟ يا ده نقطك. يلا انا نقطك. حصواية. حصويتين. ايه ليها؟ ايه مالك؟ لا مفيش يعني من سلامة. بس كده مظبط اوي يعني. الحمد لله. في خشب. في خشب امسك فيه. لا تمام يا ده اللي نقطك يا. اسمها هدى. اسمها هدى. يا هدى. بسرعة! اتأخر! فويل! بس الكنب ده أحلى من الكنب دي. تاخر الحاجة. شيل الريموت. تسلم ايدي. بقول لك يا سعيد. قرب قرب. بص انت عارف انه الدنيا لابش دلوقتي وبتاع لو في احراج قول لي يعني. قول لي انت صح. انت وحشني يا سعيد. ماشي. بس يعني هظبط معاك الظبطه دي وبعد كده انا ايه هشوف طريق. انما لو في احراج قول لي فاهم انت. وبعدين دي نقطتك يابا. نقطتك والحصويتين بتوعك ونظبط الدنيا وبعد كده تمام. ماشي. بص هو يعني هو مفيش مشاكل بس يعني احنا ما عندناش سرنجات. سعيد. سعيد ايه؟ بتشغلنا اهم حاجه نسقط عليها. اي حاجه مش البتاع ده شغال. اي رجلي. رجلك. اضربيش. في ام كلثوم؟ في ام كلثوم يا عم هزان. سعيد. انت هتنزل بكره 30؟ ماشي. اديك مفيش 90 اديك تنزل 30. فرق. لازم ننزل. لازم ننزل طبعا. انا هنزل بقى. انزل.
عايزين ابدا المصريين يشوف المنظر ده. عايز حاجة؟ كم محطة أو جرنان أو مصر أكلمك. احتفلت بأول تابلة مصري. مين اللي احتفل بأن احنا أنتجنا تابلة آيباد مصري من دول؟ كم احتفل بيه؟ فاهم يا جو. سعيد فين التمثال البرونز؟ سعيد فين التمثال البرونز؟ مش عارف. يعني ايه ما تعرفش؟ بطل استهبال. بقول لك مش عارف والله. فين التمثال البرونز يا حرامي؟ حرامي؟ انا مش حرامي. حرامي ايه يا ولية يا ابني؟ انتخابيه ولا ايه؟ يبقى ما تفهميش. حتى لو سرقت التمثال يعني هتعملي ايه؟ ما انا كل ده مستني عليك وانت مش بتفعل عليك وعامله بهلوة اساسا. تبدأ انك عيل فاشل وضايع وما بتفهمش في اي حاجه. حتى ده ما بقاش شغال وما بقالوش اي لازمه. نفسك ست هدى. حطاني في دماغك ليه يا بت؟ مش كفايه المهرجان اللي عملتيه لما سالتيني؟ وانت مالك؟ العماره دي عماره محترمه. ليه؟ كانت عمارتك؟ يعني بلاش بقى شغل الرجاله اللي طلع واللي نازل ده كل شويه والتانية. اه يا بنت الكلب، ده سعيد جوزي، ده سعيد جوزي يا بت يا عانس يا معفنه. تعالي اطلعي بره. يا مجنونه. اطلعي بره. يا مجنونه. ولو سمعت حسك تاني هموتك. مالك يا هدى؟ تعالى يا هدى. لا لا دخلني السرير. اجيب لك ميه؟ اجيب لك ميه؟ دخلني السرير. خلاص يا مصطفى. يا سعيد.
عامل ايه يا اخويا؟ تعالى خش. انت ايه يا عم متاخر ليه كده؟ كنت في عمليه مع دكتور وطولت شويه، وبعدين بقى لي ساعه في الميكروباص عشان اجيب. طب تعالى تعالى بس اهدى الاول، قول لي يا مين تقرب لك يعني ولا ايه؟ المدام. المدام؟ طب واللي هي فيه ده له علاقه بمرض عندها من زمان ولا حاجه؟ ما اعرفش بقى، انت تعالى اسالها. ماشي يا سيد، اهدى اهدى ما تقلقش. ما انا هادي الحمد لله، انت جيت اهو. تعالى الدكتور جاي اهو. ده خش هدى. مصطفى هو جاي يشوف. تعالى اقعد، بس خلي بالك الكرسي ده ملخلخ. تقلقش مش مش تقلقش، ما تقلقش. خلاص خلاص يا سعيد، الف سلام عليك. اشتكي من حاجه قبل كده، قبل الدوخه دي يعني؟ من زمان وانا ضغطي بيوطى ساعات. ضغطك بيوطى؟ طيب نقيس الضغط اهو. ايه ده يا سعيد؟ ايه؟ ما ترحم نفسك يا سعيد وارحم اللي حواليك. في ايه؟ مش كفايه اللي حصل لك قبل كده؟ خلاص يا مصطفى، شوف انت بقى، احنا في ايه ولا في ايه؟ شوفها كويسه ولا مش كويسه. لازم تبطل الهباب ده، اللي في سنها ده لازم تبطل، ما ينفعش. وانت كمان لازم تبطل، وكفايه اللي حاصل في البلد بقى. هي ناقصه يا سعيد؟ انت هتعمل لي ثوره يا مصطفى هنا؟ لا ثورجي ولا حاجه يا سعيد، انا غلطان يعني، انا زعلان عليك. خلاص يا سعيد خلاص. انا اللي اسف، انا اللي غلطان يا سيدي. قوم هات لي ورقه وقلم. حاضر. بتحسي بدوخة أو يعني بتحسي إنك عاوزة تستفرغي؟ لا. هات ده ولا اكتبه لك ده، تروح تصرفه عادي من الصيدلية من غير شطة ولا حاجة. ها؟ ماشي. إيه دي؟ إيه؟ ايه ده؟ انا اللي لقيته. هكتب لك على دواء دلوقتي. ها؟ ده للضغط الواطي، 15 نقطة على شوية مية. ماشي. هتقعد يا تو كويسة إن شاء الله. امسك. تاخد الدواء إن شاء الله وتبقى كويسة. ها؟ إن شاء الله. بطلوا الهباب ده. ماشي يا مصطفى. تمام؟ شكرا يا مصطفى، شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا مصطفى. على ايه يا سعيد؟ شكرا يا حبيبي. بقول لك ايه، بص انت عارف ان يعني الحاله بتاعتي استملح خالص، واخد بالك؟ فيعني انا انت عايز كام؟ يا سيدي اللي تجيبه، مفيش فرق بيننا يا سعيد، احنا اصحابي. يلا مفيش حاجه. صباح الفل. قشطه. ايه ده يا سعيد؟ ايه 20 جنيه؟ ايه 20؟ ما انا شايف ان 20 جنيه سعيد في ايه؟ طيب ايه؟ انا سايب الشيفت بتاعي في المستشفى، ممكن اتجازى بسببك يا سعيد عشان 20 جنيه. طب انا اعمل لها ايه يا مصطفى؟ انا قال طالع من دول باخد 100 جنيه سعيد. لا 100 جنيه مش هياكل. صاحبي وحبيبي ياخد منك 50 يا سعيد، انجز يلا. عشان انا معيش غير 20 دلوقتي. يبقى لي 30 يا سعيد وتجيبهم عشان انا عايزهم. ماشي. ما تنامش عليهم. ماشي. وبطلوا بقى الهباب ده، البلد مش ناقصه، مش شايف اللي بيحصل في البلد. يا عم بلد ايه يا عم؟ انت الثوره خلاص، انت مسؤول مع الثوره. مين اللي مسؤول مع الثوره؟ انت مسؤول مع الثوره. انت اللي ضايع يا سعيد ومش مركز في حاجه. ولا ما تكلمنيش تاني يا ده انت. كده معناش غير 60 جنيه و2 جنيه فكه يا دوبك عشان الدواء. هنعمل ايه؟ انا هقبض المعاش بكره، بس لازم نتصرف الليله. خد اي حاجه من بره بيعها. دول ها جاي ولا مش جاي؟
الخرا ده. أنا رايحة المعاشات وراجعة على طول. سلام. سلام.
النهارده ما كانش زحمة زي ما كنت متخيلة. صار إن الناس كلها خايفة تنزل.